في يوم المرأة العالمي نتابع مشاهدينا هذا اللقاء، وأرحب بالوزير السابق يوسف سعادة، منسق لجنة الشؤون السياسية في المرضى. نحن ما حطوك شؤون النسائية في المرضى. لا في شؤون النسائية بالمرضى. لا بس عم بقول منيح، مش أنت مثلا لأنك ضد الكوتا بس مش أكثر. عم بلشي بكير يعني. لا طبعا انا هلا بدي رحب فيهم واسالك. اول شيء بدي رحب بجوال ابو فرحات رزق الله، عضو المؤسس في جمعيه وومن ان فرونت، نساء رائدات. بدي رحب برولا مخايل المديره التنفيذيه لمؤسسه مهارات، اهلا وسهلا فيكي. ليه ضد الكوتا؟ لا يعني اولا مش ما نطلع من الحلقه كل النساء بلبنان ضدي يعني، او انا مع. لا في نساء معك ضد الكوتا. يمكن يكون في بعض النساء ضد الكوتا. انا مع حقوق المراه كامله، في تشريعات لازم نعملها بكل القوانين، مع الغاء جريمه الشرف لانه بعدها حديث هلا موجوده، يعني عذر مخفف موجود، مع تعديلات بقانون الضمان. الغوا بس صاروا يقولوا اذا انفعل مثلا بعده العذر المخفف. في مره كان انفعال واليوم اسم الله يعني تم ترقيته هيدا القاضي بشكل واضح، يعني كان بالاول يطلع بريء هلا عنده اسباب تخفيفيه. انا مع الغاء هيدي الاسباب التخفيفيه، مع اصلاح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بكثير من الامور اللي بتعني المراه انها تتساوى مع الرجل. هلا بموضوع الكوتا طبعا هيدا نقاش على مستوى العالم، مش بس نقاش بس عنا بلبنان، فقط بلبنان. يعني أنا بعتبر أنه المجتمع لازم يفسح للمرأة مجال، لازم يعطيها دور، ما نعيش بمجتمع ذكوري، وبنفس الوقت المرأة هي عندها واجب بأنها تدخل إلى الحياة السياسية بقوة، ما تبقى تأخذ صورة الناشطة الاجتماعية، مع أنه ما عندي شيء ضد الناشطات الاجتماعيات، ولكن بنشوف النساء بمعظمهم عم بيهربوا من السياسي، ما عم بيدخلوا على السياسي، يعني قليل تشوفي مره عم تطلع تحكي مثلا تنقول عن سلاح حزب الله اذا هي معه او ضده. فقط الشق الاجتماعي طاغي عنه. فيرا يمين على طبعًا. يمينكم جميعا لما تحكي عن حزب الله. طبعا تجربه فيرا يمين تحيه لها على كل حال. نحن بتيار المرضى وانا هون مع الكوتا بالاحزاب، تجربه تيار المرضى مع فيرا يمين تحديدا يلي كانت اول كادر سياسي عم تحكي بالسياسي بلبنان، فيرا يمين اليوم لما بتستمعي عم بعطيها مثل لانه من صحيح. عندك وانت عم بتقلي ما بيضحشوا. لا ايه عم نحكي في حدا اسمه فيرا يمين طحشت اخذت دور بتيار المرضى، اليوم لما بتسمعيها عم تحكي ما بتقولي هي مرأة ولا رجل، بتقولي هيدا موقف المرضى، وهيك لازم يصير مع كل الاحزاب. وطبعا يعني فيرا بتصور رائده بهيدا المجال. هلا بموضوع الكوتا هيدا طبعا في تمييز هون بالكوتا، هيدا التمييز بسموه تمييز ايجابي، صحيح بسموه تمييز ايجابي، ولكن يعني اول شيء عندك اراده الناخب كمان بدك تحترميها، يعني مش معقول اثنين مرشحين واحد رجل واحد امراه، واحد ياخذ 10,000 صوت والمراه تاخذ 100 صوت وتطلع المراه نايبه، يعني كمان لأنه في اراده عندها حصه لانه في كوتا، يعني في اراده الناخب يلي نصه نساء هو الناخبين اللي انتخبوا هيدا الرجل. من هون ممكن يكون في اشياء ثانيه بتحفز الاحزاب، يعني توعيه الناس، دخول المراه اكثر الى الحياه السياسيه. هلا الكوتا انت عم تحكي كوتا بالمقاعد عم نحكيها مش بالترشيح، بالمقاعد. المطروح اليوم على كل حال هو كوتا بالمقاعد، ولتوصل ما تتشطب هي مفروض كوتا بالمقاعد. مؤتمر بيجين 95 قال 30% هيدا اقل مستوى مقبول للمشاركه اللي كبدايه بالكوتا. هو مفترض يكون هيك، بدك ترجعي هون كمان لقانون الانتخاب له دور كثير كبير. يعني مثلا اذا اعتمدنا تنقول الدائره الفرديه الصغيره كيف نعمل كوتا؟ ما فيك تعمل ساعتها الا بدك تعمل ست دوائر. حلو هلا يعني كله له حل على كل حال. هلا اما الاراده السياسيه موجوده كله له حل، بس هيدا موقفك او موقف المرضى؟ هيدا موقف الشخص ليوسف سعاده؟ لا موقف المرضى، نحن مش مع الكوتا بالمقاعد، نحن مع تحفيز المرأة واعطائها دور كبير. واذا بقول لك بتيار المرأة شو عم نسوي لما تقول لي احنا مع تحفيز المرأة بس مش مع الكوتا، مش نعطيها الحصه المسبقه؟ ما فينا نحصل حقوق المرأة كلياتها بالكوتا بالمقاعد. يعني نحن لما بيكون عندنا بتيار المرأة اعضاء مكتب سياسي، مسؤوله الموقع الاجتماعي، مسؤول مكتب الطلاب والشباب، كلياتهم نساء وبنات، بنكون نحن مع المرأة ومع تشجيعها ومع اعطائها دور بالقرار، انها تكون داخل القرار السياسي بتيار المرأة. مش معقول نكون ضدها بمجلس النواب، ولكن بموضوع الكوتا تحديدا، مع انه يعني في ناس بالمرضى مثلا توني فرنجية مع الكوتا النسائية، توني هو طرحه مع الكوتا النسائية، طبعا هذا نقاش داخل الأحزاب حتى، بس هذا مبشر بشي منيح يعني انه نقول الجيل بعد طبعا هون جوال الرد خاصة على نقطة اللي عم بيقول لك نحن مع المرأة بس الكوتا هو فعلا تمييز، انه الواحد جاب 10,000 صوت، جابت المرأة ما بعرف صوتين، المقعد محجوز لها، وهون في لا عدالة. بدي أعطيه مثل معالي الوزير اليوم عم تحكي، اعطيتها المثل، بدي اعتبر اليوم على لايحه في لوائح ضد بعضها نازله وبدنا اثنين موارنه واثنين روم.
اخذوا وفي تنقول اخذوا الموارنه وفي واحد ثالث ماروني اخذ اكثر من اول روم، ولكن هالروم بده يطلع لانه كمان ما قعدوا محجوز ككوتا طائفيه. صحيح. شو بيصير؟ ليه مقبوله للرجال ومش مقبوله كوتا للمراه؟ لا ممكن تكون المراه يعني لا 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 عم بقول لك غير موضوع عمليا، مش عم تحضر حاله نظريه، عم تحكي حاله مش نظريه، عمليا صايره طبعا هيك عم بيصير اليوم. طبعا هذا تمييز طائفي لانه في كوتا طائفيه. ليه في هذا التمييز؟ لانه في شرائح ما بتوصل. عم بتقول لك انه نفس الشيء للنساء، ليه ما عم تقبله؟ لا لا مش نفس الشيء. كيف مش نفس الشيء؟ اذا النظام السياسي اللبناني عم بيامن حمايه عبر الكوتا الطائفيه لا شريحة لشرائح الموجودة، كمان المرأة هي شريحة موجودة ويجب يعني كنا عم نحكي اليوم يعني عادة الاتجاهات العالمية يا المجتمع بيتطور وبعدين التشريع بيلحقها، أو التشريع هو بيجي لحتى يجبر المجتمع يساعده ليعمل هذا التطور. من 70 سنة لليوم نحن واقفين بمحلنا، يمكن حان الوقت أنه هالتشريع يساعد المرأة. يعني بدنا هذا الفيلم تبقى عندي بعد بقى بدنا رفع سياسي. انا مجروح بجاوبك على كل اللي قلته وبعدين فينا نسمع اكيد، بس بعد كمان ما خلصت. انا بحب انه يكون بمجلس النواب اكثر من 50% نساء، بتمنى. كيف يعني كيف بليز قلنا كيف احنا بنتمنى كمان. اذا ترشحت مره للانتخابات النيابيه، مفترض ينعمل حملات توعية للناس، مفترض الأحزاب تحفز. أنا بلشت إنه تحفز الأحزاب، يعني أنا فكرتي أول شيء بدي أجاوبك، بس أنا مش ضد المرأة ولا ضد حقوق المرأة ولا ضد إنه المرأة تكون بالوزارة ولا ضد المرأة تكون بمجلس النواب. هذا شيء كثير منيح. الموضوع اللي حكيتيه عن التمييز الطائفي موجود بلبنان، وهي المثل اللي أعطيتيه حاصل وبقدر أقول لك وين. صحيح في تمييز بالموضوع الطائفي بلبنان، ولكن هذا التمييز، هذه المرشحة اللي عم بتقولي عنها، لأن المرشح من طائفة معينة ما وصل، ممكن يكون رجل ممكن يكون مرأة. مش انه بس مش هالنقطه اللي عم ترد عليك، عم بتقول لك ليش قبلين بالمقاعد يكون في 64 للمسيحيين 64 للمسلمين، ما عم ترضى يكون في مثلا 20 مقعد للنساء؟ عم تعتبر انه هون لا عداله؟ هيدا النقطه مش عم ترد عليها. لا عم بقول هل اللي حشرتك جوال ما عم ترد عليها؟ مش الهدف هيك، مش خلينا نقول اذا بدك يعني في نسب معينه ومعقوله ومقبوله. هلا المرأة بلبنان للأسف يعني تعودوا الناس بأنه الناخب تعود أنه النائب هو الوسيط تبعه مع الدولة، للأسف لأنه ما قدرنا بنينا دولة، مش فقط ما قدرنا خلينا المرأة تفوت على مجلس النواب، ما بنينا دولة، وبالتالي بقي النائب أخذ دور الوسيط بين المواطن والدولة. هذا خطأ كتير كبير، هذا عم بيخلي أكترية الناخبين يلي هن أكثر من نصف النساء يتوجهوا لانتخاب الرجل، لأنه بيعتبروا أنه بدقوا بابه بالليل الساعة 12 بيخدمهم وما بيخدمهم. يعني هيدي العقليه اللي سائده بلبنان هي اللي مخليتنا بنجنح نحن. لو بتشوف قديش اوقات بتفتح الباب المراه مرته وبتخدمه وبكون هو معلش لو ما هو رح لك شغله لو ما سوري على التعبير لو ما السيده بتفتح بتقبل تفتح الباب الرجل ما كان بيجاوب تفتح الباب. بس خليني اقول لك كمان على الموضوع اللي قلته بخصوص السيدات انه لازم هي توصل ضمن احزابها. طيب ما هو كمان حكيت عن احسن مثل، يعني اليوم ست فيرا يمين هي سيده سياسيه بامتياز. صحيح. طيب اذا هالسيدات لازم الاحزاب تحفزهم تيقدروا يوصلوا هن تنقول بدون كوتا بالمجلس النيابي. طب ليه لليوم ما تحفزت السيده فيرا يمين؟ ليه اليوم ما شفناها وزيره؟ ليه ما شفناها؟ لا 75 سنه استقلال، 75 سنه استقلال تبع مرزبوط. حبيبي بقول بوضوح فيرا يمين كادر اساسي ونحن بنشوف حالنا فيها، وممكن باي حكومه انها تكون وزيره. نعم. وعندها المقدره ومقدرتها مبينه واضحه للكل، ولكن اذا بدك نقول في احزاب وتيارات عندها 7 وزراء و8 وزراء و9 وزراء ما جابت بينهم وزيره. انا طبعا عم بحكي عن المرأة وغيره مش بس على المرأة. لا هو عم بيصير انه عم بتسائب وزير لا تجوز هون، يعني نحن عم لا عم نقول في كثير احزاب بوزير واحد كمان. اوقات بيكون عندنا بهذا الوزير بيبقى الحقيبي له دور، بيبقى الدور السياسي اللي مطلوب من الوزير ممكن يكون يوسف سعادي، ممكن يكون روني عريجي، اليوم دور يوسف فنيانس، بكره ممكن يكون دور فيرا يمين، حسب كمان الحزب بهيدي الحكومه شو الدور اللي بده اياه وشو الحقيبي اللي معه. لا 100% المرأة بهيدي المسألة عم بيطلع لهم وزير. لو نكون نحن عندنا 7 وزراء كنت بأكد لك انه في 30 بس. معالي الوزير حضرتك عم تقول انه اليوم انتم عم تحفزوا ايه رح يعني هو عنده كوتا بعقله، بس انتم عم تقولوا ان انتم بدكم تحفزوا سيدات وانتم بدكم المرأة توصل وانتم مع المرأة وانتم مع حقوق المرأة. طب بس كيف بتطبقوا هالشيء؟ لو بدكم تطبقوه مزبوط منكم لوحدكم. انا عم اقول بس يعني بدون قانون خلينا نقول يفرض علينا هالشيء، كنت اليوم شفنا فيرا يمين بمركز قرار، ولكن هالشيء ليه عم نطلب كوتا لأشخاص ما عم يقدروا هن منهم لوحدهم يحفزوا المرأة؟ هيدا شيء صعب. أنا بفهم اليوم أنتم عندكم 3 مقاعد فقط بالمجلس النيابي،
بفهم انه يكون صعب عليكم طبقوا الكوتا، ولكن مع هيدا وكله فيكم، ما عاد واحد على ثلاثه، 30% هيني القصه. بغير محلات يمكن غير احزاب عندهم 7 مقاعد او 8 مقاعد كمان مفروض هن يحطوا نساء على اللوائح. يعني احنا اليوم ثقه بحضرتك موجود، بس معلش لحظه لحظه، لانه اول شيء عم ناخذ من وقت رولا هون. بدي اسالك، في مثل ما عم تحكي جوال مع استاذ يوسف انه انتم كحزب فيكم تجيبوا، ليه ما عم بتجيبوا؟ في محل استجداء، ما بتعتقدي انه الكوتا هيدا الدور اللي بتصير السيده عم بتقول له ولو اعطيه تلت اعطيه كذا؟ الكوتا هون بترفع هذه الاهانه، في وبليه عم تفرض انه السيده موجوده مثلها مثل الرجل، لانه القانون حافظ لهذا الموقع الى ان يصيروا عندهم عمى الوان وينتخبوا الفرد الكفو شو ما كان رجل او امراه. يعني الكوتا نحن انا بسميها هي الرافعه السياسيه يلي بدها تساعد المراه انها توصل. اليوم الكوتا هي تدبير مؤقت، يعني وحتى يعني انا مع الكوتا ترشيحا، يعني مش بالضروره، يمكن هم يمكن مش مقاعد شوي مش مقاعد، لانه بتعطي خيار اكثر يعني للمواطنين. وهو اهم شيء بدها تبلش بالاحزاب، لانه اذا ما بلشت الاحزاب هي تطبق هي الكوتا عندها، اليوم مين عم يوصل على المجلس النيابي؟ هن ممثلين الاحزاب، هن اللي عندهم القدره ان يوصلوا ممثلين على المجلس النيابي. المستقلين كانوا نساء او رجالا ما عندهم فرصه للوصول الى المجلس النيابي اذا ما كانوا منخرطين بهيدي الاحزاب. وطبعا هلا كيف شكل القانون اللي بده يجي، كلنا ناطرين لنشوف كمان كيف هالاقليات رح تكون ممثله، الاقليات يلي خارج النظام، لانه النظام السياسي معروف كيف هو مقسم. وانا برجع بقول اليوم التنافس على المقاعد والتنافس على الحصص هو لانه كل مفهوم السياسي والشان العام غلط، كانه الوصله انه وصلنا للنفوذ، للسلطه، السلطه بالمعنى السلبي، لانه هي السلطه اللي رح تعطينا تخلينا نقدر سطوة أكبر. سطوة أكبر وتحكم أكثر ونظام زبائنية محكم أكثر. نحن بدنا كوتا وبدنا حقوق تاني كتير للمرأة، الكوتا جزء من الليستة الطويلة، ونحن بدنا مفهوم الشأن العام يبلش يتغير بلبنان. الشأن العام هو خدمة عامة، خدمة عامة للناس، مش أنا وصلت لنفوذ وسلطة وقبها ومال وبعدين ارجع أنا أعمل الخدمات، لا، الدولة بدها تخدمني إلي أنا نساء ورجالا. هذا كله يتو مرتبط مع بعضه، الكوتا جزء من أزمة الإصلاح. أنا بوافق جزء كبير من اللي حكيته، بس أنا عندي سؤال لك، ومبسوطة أنك عم بتوافق. البعض بيشوف أنه الكوتا هي تصحيح لخطأ تاريخي. أنت اليوم عم بتقول هيدي المرأة موجودة ونحن كحزب عم ندعمها، بس المرأة كان في تمييز سلبي ضدها لألاف السنوات، في نظرة دونية طبعا، في عدم ثقة بقدراتها، في كل شيء بيعزز هيدي الصورة النمطية أنه منا قادرة. في بعض السياسيين طلعوا قالوا منا مؤهلة. طيب لما يكون عندك كل هول وعندك بالمقابل دول كثيرة بالعالم متطورة صناعيا وعلى كل الأصعدة، مواطن مرتاح معتز بنفسه مش وضعه مثل وضع لبنان، عندهم كوتا وصلت نساء. بقول لك ألمانيا اليوم 120 بلد، 120 بلد طبق الكوتا، بس فقط استاذ يوسف سعادة وصل عبر الكوتا، مش عبر أحزاب قررت هي تجي بعض الرجال يعطوا هذه المنة للمرأة ويقولوا لها تفضلي طلعي ومننتخبك. دايما كان مقفل الوصول الى المشاركه السياسيه الا عبر هذا الاكراه اللي هو ما حدا بحبه، وكلنا عم نقول انه مرحله. شو ردك على هذه المساله؟ ما في شك انه في دول حضاريه سبقتنا واتخذت هيدا الموضوع وعم تحكي مش في ما في غير هيك بوصول، ما في محلات ارقام جيده بالكوتا النساء، عم تحكي عن ميركل يلي وصلت بالكوتا النساء. صحيح، لا بس ما عم بحكي عنها، بس عم تقول لك 120 بلد، 120 تحديدا هي مره وصلت بالكوتا وحققت، يعني صح. اليوم هي من اليوم اطول الرؤساء بالمانيا. مش ضد المراه، ولكن بولا انا اللي عم بقوله المراه عندها دور، يعني بدها تدخل على الحياه السياسيه، هي ما بدها تعتبر انه الاحزاب مثل العقليه اللي موجوده اليوم، الاحزاب فزاعه ما بتفوت على الحزب، ما بتشارك بالاعمال الحزبيه. المراه اذا بدها تكون مستقله، المستقلين اليوم بلبنان هن ناس وارثين للاسف، يعني ما في مستقل زلمي قليل، يعني نموذج تنقول ولو فتنا بالتسميات زياد بارود صديقنا قليل النموذج اللي بنيوا حالهم وحدهم وبعدهم مستقلين وما فاتوا على حزب وعندهم حيثيه شعبيه وعندهم حضور حتى عند الرجال، بس حتى زياد اعطيه الدفشه الاولى للرئيس ميشيل سليمان، اعطيه الكوتا لهذا المستقل، اعطى دور لمستقل ونجح. صحيح.
وبالتالي يعني اذا بدها تكون المراه مستقله وتترشح، الناس ما رح يعرفوا منين مين المرشحه. بالتالي عليها المراه دور انها تفوت على الحياه السياسيه، انك انت تستقبلي نساء تحكي معهم بالسياسه، تقول لهم شو رايكم بالموضوع بسوريا، شو رايكم بسلاح حزب الله، شو رايكم بالقانون الانتخابي. ما عم تحضر تلفزيونات هالمره، ما عم تحضر برنامج ابدا تلفزيون، ما عم تحضر برنامج. انا مدمن برامج توك شو وبحضر دائما. صار لها شهرين ستات عم تطلع وتحكي سياسه. لا صار لي 20 سنه بنحكي سياسه. جواد صار لي 20 سنه بنبش عليهم تنبيش. متابعوا هذا المشروع وبعد بده شغل يعني. عم بتشوف نهله الشهال وفاديا كيوان وحياه ارسلان وريما فواز هول عم يعني اذا وبعتذر اللي نسيتهم لانه في كثير. نهله الشهال طبعا بتابعها بشكل دائم مثقفه كلبنانيين بنفتخر فيها والاسماء اللي ذكرتيهم كمان بس ولكن ما في دخول للحياه السياسيه. طيب انا دخلنا على الاحزاب يعني اذا النساء ما دخلت على الاحزاب ما فيها تفوت على الحياه السياسيه. طيب انا رح احكي. طيب ماشي الحال بس حضرتك عم تقول انه بس هون نقطه صغيره انه طيب خلينا نحكي بالستات اللي بالاحزاب السياسيه وما عم تقدر توصل. طيب عم تحكي عن المستقلة على راسي وعيني مع انه ماني كثير معك بالموضوع. عم بزيد على مساله الاحزاب مساله النقابات اليوم بالاحزاب السياسيه بالبلد ما فسرت لنا ليه ما عم يقدروا يوصلوا بالاحزاب السياسيه. لا في خطا في نحن بمجتمع ذكوري اذا عم تساليني جاوبك ايه او لا. بلا عظيم يعني مش عظيم. مختلفين حول جوهر النقطه. شو الحل؟ شو بتقترح؟ انا مختلف انا وياك على طريقه الحل. انت عم تقولي الكوتا هي الحل الوحيد او الرفعه الوحيده، انا عم بقول في حلول كثيره مثلا منا الكوتا بالاحزاب. ليه ما تطبقت لليوم؟ لازم تتطبق. ليه ما تطبقت؟ ليه ما طبقتوها عندكم اذا حضرتك مع الفكره؟ ليه ما طبقت كوتا توعيه بالحزب مثلا؟ نحن كتيار المرضى بتشوفي حجمنا بالدوله شيء وحجمنا كتيار شيء ثاني، يعني بتيار المرضى مثلا موقع الحزب الوحيد اللي مديرته امراه هو بالمرضى. موقع الويب سايت يعني. الويب سايت اللي ما عندنا غيره نحن ويب سايت اعلامي. لا هذا الصوت هذا مش موقع اراء عم بيعملوا ويب سايت هذا مش موقع اراء. انا اذا بتسمحوا لي شوي يعني بموضوع المشاركه السياسيه عندنا لجنه الشؤون السياسيه معنا هلا مش المرضى هي الموضوع. المرضى احسن من غيرها بكثير. مش المرضى هن يحلوا الموضوع او هن ضد الموضوع. نحن واحد من الاحزاب المرضى لان هن ضد الفكره. خليني انا وياك نحكي بشغله صغيره رح نرتاح بالحديث. حضرتك عم تقول منك مع فكرة هالشي اللي اسمه كوتا، أنا بحترم رأيك. شو البديل؟ ليش أنتو كمرضى ما بتعطونا بديل؟ نحن مستعدين، نحن ما بهمنا شو بتسموه هالتدبير هيدا، فيك تسميه كوتا، فيك تسميه شو، أنا بهمني النتيجة إنه توصل السيدة على مركز أرى. أنت يعني أنت هلا فتي على صلب الموضوع، لازم أنتو تسألوا شو النتيجة، إذا ما قدرنا حققنا كوتا بالمقاعد، والأرجح إنه ما تتحقق. لا موجودة بالبيان الوزاري، لحظة موجودة بالبيان الوزاري. صح هيدي الحكومة حطتها العهد وضع الكوتا بالبيان الوزاري يعني عم بكذب على الناس. لا بس مش كوتا بالمقاعد، في كوتا بالترشيح وكوتا في المقاعد. هلا سالته للوزير اوغاسابيا انا كنت ضايعه قلت له مقاعد او ترشيح. المستقبل عم يطلب بالمقاعد. المستقبل عم يطلب بالمقاعد. مصر الرئيس الحريري 30% بالمقاعد. راي الوزير اوغاسابيا سمعته عم بيحكي بالمقاعد ولكن المحكي اللي مكتوب هو كوتا نسائيه ممكن تكون بالترشيح يعني بالبيان الوزاري ما في نسبه. ايه ما حاطين شو هلا بنشوف على كل حال سيموليشن شو معقول تكون باي طريقه. اذا كانت الكوتا بس شو الحل؟ اذا كانت الكوتا النسائيه بالمقاعد ما قدرنا حققناها. بتستسلموا وبنوقف هون ومنوقف. مين قال نستسلم؟ صار لنا سنين عم نشتغل معالي الوزير. الحل بس ايه وحده من الحلول ممكن تكون بالحكومه، لازم يكون في نساء، لازم تكون مثلا 30% من الحكومه نساء. يعني ليه فيها تكون بالحكومه ما فيها تكون ما في مجلس النواب؟ بحكي لك ليش؟ لان اللي قلت لك اياه بالاول واللي اعطيتيني مثل عليه، لانه بالحكومه في تعيين. هونيك في إرادة ناخب كمان علينا أنا نحترمها، ما فينا ما نحترم ناخب. إرادة ناخب بس آخر استاتيستيك نعمله أكدوا أنه 85% من الناخبين اللبنانيين مستعدين ينتخبوا نساء. مين ما تسأليه بالاستفتاء شيء بس اليوم إذا عم تحط حق على الناخب الناخب مستعد. لكن إذا أنت هيك عم بتقولي خلص قبلوا فيها بالترشيح الكوتا و85% رح ينتخبون حلت وأنا بكون مبسوط ما بكون زعلان يعني. لا هول الأحصاء هول مستعدين ينتخبوها إذا كانت موجودة على اللوايح. بس إذا منا موجودة كيف بدهم يعملوها؟ موضوع المشاركة السياسية إذا كوتا بالترشيح بتكون باللوايح. خلينا نسمع رولا. مشاركة المرأة بالحياة السياسية طبعا الكوتا هي مدخل له، ولكن بدنا نشوف انه اليوم المرأة نحن يعني بدراسة مؤخرا عملناها ببرنامج تمكين المرأة للقيادة كنا عم نحاول نشوف يعني بالأحزاب شو عم اذا هالاحزاب عم بتشجع النساء اللي عندها لتكون بمراكز القرار. ما شفنا هذا الشيء رغم انه ادبياتها
بتحكي عن مواطنين ومواطنات وبتحكي عن دولة حتى علمانية بكثير من أدبيات الأحزاب الموجودة اللي هي عم تشتغل لطوائفها، موجودة أدبيات بهذا الشكل. أحزاب عم تشتغل لطوائفها؟ لطوائفها قلت؟ للطائفة اللي أغلب المنتسبين تبعولا. الأحزاب عم تشتغل لطوائفها بس يعني هذا اللي بنشوفه، هذا الواقع، غيرهم إنه الأدبيات مختلفة. حتى منشوف النقابات، هي النقابات مين كمان متحكم عنده تأثير حتى على انتخاباتها؟ هي كمان الأحزاب. ومنشوف كمان إنه النساء بال يعني بال انتخابات النقابات، لما قلت الوزير سعاد المرأة ما بتطحش، لازم تطحش بالسياسة، تفرجي إنه هي نموذج قادر يوصل، وبعدين الواحد بيجي طبيعيا بينتخبها الرجل دايما او المرأة. بيطلبوا من المرأة انه لازم تكون دايما قدراتها خارقة، ولازم هي تطحش يعني تحشي غير متوقع. بدنا نشوف كمان انه في يعني اليوم دايما بيطلبوا من المرأة انه دايما هي تكون يعني ستاندرد كتير عالي، في حين ما بيطلبوا من الرجال انه يكونوا موجودين وعندهم هال يعني هالقد، دايما بيطلبوا منها انه بدها تكون قدراتها خارقة. انا معك اكيد في نواب موجودين مش خارج يكون يعني موجود، طبعا في نواب مرتبين يعني رجال ونساء. بس يا بولا في طحشه بالاحزاب السياسيه، اذا عم نقول نستعمل هالكلمه. الاحزاب اليوم اللبنانيه فيها بين 40 و60% انتساب نسائي. انا مش شايفه اكبر من هيك طحشه. هلا عم تتحسن يعني اليوم، بس ما عم يعني اليوم ما عم توصل، دخلت على الحزب يعني هي حابه تعمل سياسه. صحيح. مش قاعده تتفرج، بدها تعمل سياسه. طيب اما انه رؤساء الاحزاب ما بدهم يسمعوا، ما بدهم يشوفوا، وهون هن لازم يبلشوا يفكروا، لانه رح يصير في بعد شوي يعني نساء رح تجي تسال سؤالات. بس ما بتقولي في صحوه جوال؟ ما بتحس في صحوه؟ في صحوه، ما في شك، ما في شك في صحوه، بس نحن بس ما بيقدي، ما بيقدي. اليوم انا بدي ارجع بس لمعالي الوزير، بعد ما اعطانا حل، بعد ما اعطيتنا حل، انا حابه كل الاشخاص اللي مثل حضرتك ما بحبوا كوتا، فكره الكوتا ما عندنا مشكله، بس شو الحل؟ نحن بالنهايه بدنا نتيجه سيدات بمواقع القرار، بدنا منكم حل. صحيح. يعني دعتيت مثلا نقابات مثلا، سنحنا احنا بنقابه المحامين يعني مشان ما نبين انه المرض ضد النساء يعني. لا هيك بس هو هيك رشحنا نحن الوحيدين ادخلنا محاميه على نقابه المحامين ممثله عن المرضى، ودعمناها وربحت يعني ما عملت نقيبه، وان شاء الله بتعمل نقيبه طبعا. نحن عم نحكي مواقع قرار معالي الوزير، يعني هيدا اللي عم نقول. بدنا نتفق بس مواقع القرار هي النيابه. نحن عم نقول المرأة لازم تكون بمواقع القرار أكيد، أول شيء نيابة والوزارة، لأنت تقدر تشارك بالقرار السياسي. نحن معك بأي بكل الإجراءات اللي بتاخديها بأنه لازم المرأة توصل، لازم نحفز وصول المرأة، والمرأة لازم تساعدنا بنفس الوقت وتفوت على على على, على الحياة السياسية وتدخل على الأحزاب. ومثل ما قلتي أنت، بلشت المرأة تفوت إلى على الأحزاب، بلشت اليوم، بلشت متأخرة كمان، يمكن نتيجة تربية مثل ما حكيت بولا ببداية الحلقة. الحل مش بس الكوتا، ممكن تكون حل بالأحزاب. يعني الحزب مفترض يكون عنده كوتا، هو توعية مفترض بالهيئة التأسيسية تبع الحزب، بالمكتب السياسي تبع الحزب، بالوجوه السياسية. نعمل حملة إعلامية مع كل الإعلام اللبناني إنه لازم يكون في نساء تطلع على التلفزيون وتحكي. هلا بتقولي اليوم بلش، لما انا بقول لك استاذ يوسف انه كل الدول اللي سبقتنا واللي بنستورد منهم الميكروفون اللي حضرتك حاطه، كرافاتك مستورده من هذا البلد نفسه، تليفونك، كل شيء تقريبا عندي وعندك، الدواء اللي بناخده من هيدي الدول، بالمشاركه السياسيه للمراه اعتمدت وصفه الكوتا. بعدك بتقلي انا رافض للكوتا، مش كانه ما بدي توصل المرأة؟ لا مش كانه ما بدي توصل المرأة، لا او مهدد لي، مهدد بتاخذ لي من حصتي من طريق. أبداً في كثير شيء بيقول لك انا مع الكوتا، بتقول له ايه يعني انت ما فيك تترشح؟ بعد ما فهمنا ليه معالي الوزير ضد الكوتا. انا بالنسبه لي انه تكون المرأة انه تهدد الرجل، لا مش ما بفكر من هيدي الناحية، حتاخذ من هالحصه، ما حدا يكون غلطان. انا بقول انه الكوتا هي تمييز، بعتبرها هيك، وبعتبر بمحل بتكون ضد اراده الناخب. بالنهايه الناخبين هن مواطنين، هي تمييز مثل ما الماروني بيعمل رئيس جمهوريه بلبنان. كيف لا؟ مش بهذا الشكل، معلش يعني مش تمييز انه بس ماروني بتعمل رئيس جمهوريه. كيف التمييز؟ لا تمييز سموه تمييز ايجابي ليصححوا خلل موجود بشكل واضح. انت بتقبلي، انت بتقبلي انا وياكي اذا ترشحنا على دائره معينه، انا مش مرشح، ان شاء الله انت بتترشحي ولا انا مرشح وعندي كل المكافاه، انا اخذ 10,000 صوت، انت تاخذي 10 صوت، تعملي انت نايبه عن الامه، وانا ال 10,000 اللي انتخبوني بقول لهم انتم ممنوع ما بتوصلوا نايب كمان، ما فيها شيء مش عادل. اذا كان هيدا الشيء ضمن تصحيح خلل لتمثيل المراه بلبنان، ايه بقبل فيه، مثل ما اليوم كلكم عم تقبلوا، كلكم عم تقبلوا لحتى تحافظوا على التوازن الطائفي بلبنان. طيب ما بدكم تحافظوا هالشريحه اللي عم تقولوا بدنا نعمل قانون انتخابي يناسب كافه شرائح المجتمع،
كل يوم بنسمعها من 50 سياسة على الأقل. صحة التمثيل. طيب صحة التمثيل وين المرأة؟ ناسين إنها صحة التمثيل جندرية كمان. بدي أتوقف مع فاصل ونرجع نستكمل هذا النقاش. خليني أقول إنه مهارات ومن إن فرونت هن منهم أحزاب بس هن جمعيات في كتير ناس بتأثروا فيهم وبأثروا معهم. هل مستعدين يقطعوا طرقات مثلا، يحرقوا دوليب، يعملوا هذا النوع من التحرك اللي شفناه مرارا بيضغط على الحكومة وبالآخر اللي تحركوا بهذا الشكل بينالوا المطلب، كان محق او مش محق بينالوا المطلب اللي هن نزلوا كرماله. خلينا نشوف قديه مستعد الحراك النسوي اليوم انه يوصل. فاصل ونعود.